حسين المطلق، مخرج وصانع أفلام قصيرة، مشارك بفيلم قصير عطور. الفيلم كوميدي يتكلم عن شخص يكره اسمه، طبعا الشخص هذا شاب، نشوف محاولته للتخلص من هذا الاسم. طبعا كأفلام قصيرة يعني في ندرة في الأفلام الكوميدية، في أنواع متعددة جدا، يعني في أنواع كثيرة بس متعددة، يمكن الأفلام الكوميدية المتخصصة قلة يعني، بس في برامج تلفزيونية سعودية لا يعني مشهورة بالكوميديا، يعني متخصصة بالكوميديا، فبالفعل يعني في كوميديا. طبعا اعتقد ان الفرق انه في التلفزيون التفاصيل مش موجوده الكثيره، يعني ما في تفاصيل، ما في اشياء دقيقه يعني ممكن ينتبه لها، بس في السينما لا، العكس، في تفاصيل وفي ديتيلز مطلوب المشاهد يشوفها ويتعرف عليها، فهذا الاختلاف. الان انا ما عندي اي مواضيع يعني محدده، الان في مرحله تجارب ومرحله يعني نشوف الشيء اللي يطلع، بس بشكل عام القضايا الانسانيه، يعني اي القضايا اللي شويه فيها انسانيه او قضايا شويه فيها صعوبات وكذا، يعني القضايا الاجتماعيه بالشكل الاخص.